متعب في يوم عيده، عيد لا يعنيه ولا يعينه في ظل وضع مترد أجبره على العمل فوق طاقته للحيلولة دون دخول أسرته في مربع المجاعة. والله نعيش أخص عيشة بوضع فقر، ما عندنا مصاريف، ما عندنا بياس، نشقي بالأسبوع يوم واحد يا، ونحن ميتين جوع، وأنا أكل طول الأسبوع بحالة نحن حالة، نشتغل من الساعة السادسة الصباح حتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 12 ظهراً ومن الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 5، ولا المنظمات جايين للموظفين والمسؤولين. يهيمن الخوف على العمال في يوم فرحتهم الأول من مايو جراء ضيق الحياة عليهم بثنائية الحرب والبطالة، ولذا تجدهم مجبرين على العمل في أماكن الموت أقرب إليها من الحياة، وكل ذلك محاولات لإبقاء أسرهم متعففة بعيداً عن إذلال المنظمات الإنسانية. طبعاً العمال في مدينة تعز يعانون كثيراً، طبعاً البعض منهم فقد أعمالهم الخاصة نتيجة الوضع الطارئ، والبعض منهم فقد أعماله وتجارته أيضاً، لكنهم كثير من العمال ما زال يكافح الآن كما تجد الآن، وأنت لعلك مررت في الشوارع الآن ورأيتهم يكافحون من أجل لقمة العيش رغم المعاناة رغم كذا، لكنهم يكافحون ويبذلون الجهد في سبيل توفير لقمة العيش البسيطة. حياة صعبة بسبب تدني الدخل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومع هذا 5% فقط من عمال المهن الحرة بتعز من يحالفهم الحظ بالحصول على عمل، في حين يعود أكثر من 90% يوميا مطأطئين رؤوسهم خشية نظرات أطفالهم. في الوقت الذي يطوف به مئات العمال في شوارع مدينة تعز باحثين عن عمل، هناك من يحتفل باسمهم بعيد العمال دون الالتفات لمعاناتهم جراء انعدام الأعمال. عبد العزيز الضبحاني من شباب تعز